طيب احنا معانا هنا ده البيبي بتاعك، وده هنا بداية تكوين النبض بتاع البيبي. تكوين النبض ده كويس، بسم الله بفضل من عند ربنا كده. ده البيبي رقم كام؟ ده البيبي التاني، صح؟ انا بس عاوز اقول لك على حاجة. اللي يشوفك وانتي اول جوازك، وانا عاشرته معاكي من كام سنة؟ من كام سنة اول جوازك ده؟ من كام سنة؟ كان 7 سنين؟ 5 سنين. 5 سنين. انا فاكرك يعني بكل التفاصيل، لان يعني انت ما تتنسيش. في ناس كده اسمها انا ما تنسيش، خلاص. والعياط اللي كنت بتعيطيه بتاع انا خلاص ولازم انفصل ولازم امشي وحياتي بتتدمر وما نجحش معايا التنشيط وما نجحش معانا الحقن المجهري. وبعدين يوم رمضان، وانا فاكر وعد علينا رمضان كان اسود رمضان، صح كده؟ عدى علينا رمضان، كنت انت بتبكي واخوكي بيبكي وعيلتك بتبكي، وانا فاكر منظركم في المستشفى واحنا داخلين المبيض حصل له التواء ولف ودخلنا، وكنت بتعيطي وتبكي وقلت لك المبيض ده بقى فيه غرغرينه ولازم يتشال، ودخلنا وفقدت الامل في كل حاجه، ودخلنا شلناه بالمنظار وقلت لك ان شاء الله الانبوبه الثانيه كويسه وهنحمل بيها طبيعي وهتبقى سالكه كويس وهتبقى كويسه بفضل عند ربنا. شلنا مبيض وشلنا انبوبه عشان الناس اللي بتقعد تقول لك انبوبتي انبوبتي وهتموت وبتاع والمبيض وبتاع. انت دلوقتي بمبيض واحد، انبوبه واحده، احنا بفضل من عند ربنا خلصنا عيلين وادي التالت، صح كده؟ بفضل من عند الله. يعني لما قعدنا بس كل شويه كنت تقول لنا انا اصل مش عارف ايه ولازم انفصل ولازم والعياط دلوقتي عامله دلوقتي ده عامله ايه بقى؟ هتعملي ايه بقى مع الثلاث عيال؟ مش عارفه من النهار اساسا من ساعه ما عرفت ان الثالث، طب لسه الاثنين الصغيرين هتربي الاثنين الصغيرين دول ازاي مع الثالث؟ يعني هو فضل وكرم من عند ربنا، الصبر حلو، وربنا يكمل لنا بالخير على الجنين الثالث ده، وربنا ييسر الحال ان شاء الله. يلا عشان